يضرب الموعد هنا بأمستردام الهولندية التي تحتضن مهرجان القفطان المغربي. عروض قدم فيها المصممون المغاربة أحدث تصاميم الزي المغربي التقليدي. أزياء مستوحاة من سحر وجمال المغرب. هادشي اللي كتشوفو اليوم هنايا كنديروها كل عام باش كنبينو فيها الكفطة المغربي والتكشيطة المغربي واللباس المغربي المغاربة الجالية اللي ساكنة هنا في هولندا وحتى الهولنديين اللي كيكونوا عندنا كيشوفوا كيفاش اللباس عندنا حنايا اللي كنلبسوا في العراسات وكيفاش كيكونوا العراسات ديالنا وكيشوفوا الفرق بين الهولنديين والمغاربه ديالنا. المغاربة أبدعوا من أجل إبراز مواهبهم في عالم الموضة وقدرتهم على المزج بين التصاميم الغربية والمغربية. حنا بغينا نوريو للناس حيتاش حنا كنعملو شي حاجة غربية وشرقية، حنا كنبغيو نوريو شي حاجة من هاي فاشن اللي كاين دابا في هولندا ولكن كنعملو بالميكس بداك الشي التقليدي ديال المغرب. هذاك هو اللي مهم لينا باش ماشي غير مغاربة ولكن حتى النصارى الهولنديين من اي بلاصة يعجب لهم اللباس ديالنا، وكاينين بزاف ديال الناس اللي كيعجب لهم اللباس ديالنا. تقاليد جمالية جنوبية يعني مغربية كلها، وجالية المغربية تبارك الله عليهم يعني التواصل يعني هاد السهرة هاد الحفلة اللي عندهم تظاهرة يعني التواصل مع المغاربة مزيان. على هامش هذا العرض الذي قدم آخر مستجد